قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الطاهر والنجس، حيث تطرقت الحلقة إلى المفهوم المسيحي ومقارنته ببقية الأديان، حيث ميز الآباء ما بين الطهارة والنظافة الشخصية، وكان ذلك من خلال اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرمامين، والأخت الراهبة ميري قنداح من راهبات الوردية بمرج الحمام. فإلى هناك أبونا، موضوعنا اليوم الطاهر والنجس، تعطينا هيك فكرة للمشاهدين والمتابعين، من هو الطاهر ومن هو النجس؟ إن شاء الله بنبلش كالتالي. يكلمنا الإنجيل المقدس عن الطاهر والنجس مع اختلاف وجهة نظر الله في هذا الموضوع. فالبشر وعلى رأسهم الفريسيون يهتمون بطهارة الجسد، يطهرون خارج الكوب، وأما السيد المسيح فيطالب بطهارة القلب، مصدر الشر أو الخير. سنرى إذن أولا نظرة الديانات إلى الطاهر والنجس، وثانيا الطاهر والنجس في الديانة المسيحية، وثالثا أين يكمن الطاهر والنجس في الإنسان. أولا نظرة الديانات إلى الطاهر والنجس. في كثير من الأديان يوجد نظام الطاهر والنجس، فتقسم الكائنات إلى قسمين، قسم طاهر وقسم نجس. فهناك تفسير مطول للحيوانات النجسة والطاهرة مثل أكل لحم الخنزير المحرم. كذلك يوجد في مثل هذه الديانات حالات يكون فيها الإنسان نفسه نجسا أو طاهرا. يقول مثلا سفر الأحبار عن المرأة التي حبلت ولدت ذكر فلتكن نجسة 7 أيام. وكذلك في بعض الحالات التي يحددها الإسلام يعتبر المرأة نجسة ولا تقبل منها الصلاة، وكذلك الأبرص يعتبر نجسا. فهذه الديانات كانت تهتم بالظواهر، والله يريد منهم القلوب المغسولة من البغض والكبرياء والأنية قبل غسل الأيدي والامتناع عن تناول بعض الأطعمة. ثانيا الديانة المسيحية ماذا تقول؟ ليس في الوجود شيء نجس في حد ذاته، لا الحيوان المحرم أكله من بعض الديانات، ولا الإنسان في أي حالة وجد من الصحة أو المرض، لأن الله خالق كل شيء ولا يخلق الله أمرا نجسا. إذن كل شيء في حد ذاته صالح ومقدس ولا يتسم بسمة النجاسة أو الإثم إلا إذا أساء الإنسان التصرف به. نعم ليس هناك ما هو نجس في حد ذاته، ولهذا أسمع الله القديس بطرس في رؤياه في يافا ردا على موقفه من الطاهر والنجس كيهودي، سمع صوتا يقول له: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: حاشا يا رب، فإني لم أكن نجسا ولا دنسا. فخاطبه الصوت ثانية قائلا: ما طهره الله لا تنجسه أنت. في الأعمال 10:15. وأوصاهم إنه ما يشكوا ما يخبروا، لكن من كثرة دهشتهم وانبساطهم وانفعالهم وفرحهم، إنه يعني هذا بذكرنا في العهد القديم، هلأ رح أجي، إنه يسوع حمل كل إشي حسن، جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. حلو. يسوع بنلاحظ هون انه ما مكث طويلا مع الجموع في نواحي سور الصيدا، لانه كان اليهود عينهم عليه، ولكن هو بده يفهم اليهود هون، وجه رسالته للامم الوثنيه بالرغم من انه اليهود ما كانوا راضيين. نعم. ويسوع يعني لطيف لذيذ، يسوع ما بده يتعثر باليهود لما يشوفوا يسوع بيكرز للأمم، للوثنيين، للناس، للشعب، لمحبينه، للي بتبعوه، للما بتبعوه. نعم. فعاد بقول لنا إلى الشرق ثاني نحو بحر الجليل عند المدن 10. نعم. طبعا قلنا إشارة للوصايا 10. نعم. جاءوا إليه، مين هن اللي جاءوا؟ هل أهل الأصم؟ هل الجموع؟ هل المشاهدين؟ هون بيحدد الإنجيل إنه اللي إجوا عنده هو أهل الإنسان المريض. نعم. الأخرس الأطرش،
وطبعا اكيد احنا بنعرف كلنا والدنيا بتعرف انه الاطرش لا بيحكي وعاجز عن التعبير وعاجز عن انه يعبر ويحكي ويبشر او ياخذ او يعطي. فكان هون انه في رمز لهذا المرض انه الانسان فعلا اللي ما بيسمع كلمه الله بصير اخرس. اخرس في ايش يا ما عنده محتوى يحكي. نعم بما انه هو فاضي ما عنده يعني مو قادر جسديا مو قادر. نعم. فهو اخرس روحيا في الحق وفي شهاده لاسم يسوع. هلا من بعد اخر انجيل بدنا نشوف انه كيف فعلا صار عنده قوه نعمه في كلمه انه ينطق الحق وانه يشهد ليسوع المسيح. نعم. يسوع هون اذا بتلاحظوا ما بعرف يضع يده عليه. نعم. اشاره او دليل على انه رجاء الاهل في انه بده يشفي المريض، لازم يشفي المريض، احنا سمعنا عنك انه انت وينك يسوع، احنا يعني داخليا مآمنين فيك بس اظهر لنا قدرتك بمجرد ربنا يلمسه ان مآمنين. نعم. نعم مسير عفوا عن المقاطعة، بس في كمان انه هي المدن هاي اليهود كان ينظروا لسكانها انهم انجاس. نعم. غير طاهرين. يعني كمان جايتك ايوه بالكلام انه كانت يعني الامم هاي نجسة بالنسبة لليهود، هم غير مرغوب فيهم الوثنيين، لكن يسوع اللي برجيك انه اجى لهم. نعم. حتى يورجي اليهود رسالة معينة. نعم. صحيح. منشوف انه كمان اخذ يسوع المريض على ناحية. نعم. ليش على ناحية؟ اهتم بيه. انا بحب كتير هيك الجو العام والجو الخاص. يسوع اهتم بيه. ليش؟ نعم. لانه يسوع فعلا بيهتم بجميع الشعب بكنيسته. واكيد اكيد هلا حاليا يعني احنا في انجيل اليوم في كلمة اليوم لكل انسان إله مكانة خاصة في قلب الرب. نعم. إلى أيوة بأسماءنا بنادينا، بحفظ أسماءنا، بحفظ أسماءنا، بنادينا أسماءنا، الخراف الضال، يسوع يعرف كل شيء. نعم حلو. يسوع بتبع أحداث، إذا بتلاحظوا يسوع بيستخدم أشياء جسدية حتى في النهاية يعطينا المعنى الروحي ويفهم اليهود إن تعالوا لهون إنه أنتوا شو تفكروا حالكم أنتوا الكل في الكل، أنا جاي إلكم، لا أنا جئتوا، أنا جاي لكل إنسان بلمسني، لكل إنسان برغبني، لكل إنسان بده يوصل للخلاص، والخلاص مو أشياء المادية والدنيوية كما يزعموا وكما يفهموها اليهود إنه يسوع إجا إلهم. لا يسوع وضع إصبعه في أذن الأخرس وضع الإيد، لمس الإيد، لمس يعني أعطى حيوية. الأطرش ما بسمع ولا الأخرس ولا فهم ولا يعني ولا شاعر في إشي. نعم. لا سوري مش شاعر، مش سامع، لكن بحركة يسوع هاي الأخرس ميز. نعم. إنه في سر، في حب، في شفقة من يسوع. نعم.